وحدة المشاركة المجتمعية أقيمت في كلية القاسمة قبل عام، الهدف من تأسيسها تزويد قيمة التطوع في نفوس الطلاب من خلال إخراجهم لأماكن تطوع في مجتمعهم. في عدة مشاريع تقوم وحدة المشاركة المجتمعية على تنفيذها في المجتمع. المشروع الأول اسمه مشروع تحديات، اللي بيضم نحو 100 طالب من طلاب سنة أولى اللي بيشتغلوا في عدة أماكن مختلفة. هاي التطوع بعطي للطالب منحة دراسية في تساعده في تسديد جزء من قسطه التعليمي، في المقابل هو بيأدي 120 ساعة خدمة لمجتمعه من خلال تواجده في مؤسسات مختلفة، إن كان في بيت مسنين، إن كان في نويديات تابعة للرفاه الاجتماعي. هاي الأقسام موجودة مش بس في باقة الغربية، إنما في الوسط العربي ككل وفي المجتمع الإسرائيلي. من أكبر المشاريع اللي بتقوم عليها وحدة المشاركة المجتمعية هو مشروع منحة منع حوادث الطرق. المشروع هذا أجا مشان توعية الطلاب بالمدارس الثانوية، لأنهم هم أقرب جيل ليقودوا السيارة على الشارع. هو له السنة الثانية على التوالي في الكلية، والعام كان فيه 73 طالب اللي حازوا على منحة بقيمة 5000 شيكل. التطوع هو رافع لنمو وتطوير المجتمع المحلي على جميع فئاته، من الجيل الغض حتى الشيخوخة. ووحدة المشاركة المجتمعية هي الدفيئة لتذويت هذه القيمة المقدسة التي تبني وتشبك نحو مجتمع فاضل ذو جودة حياة عالية. مش بس على منحة، بنحكي على فائدة بتعود على تطوره المهني وتطوره الشخصي، لأنه الطالب لما بيشوف حاله قادر إنه يعطي، قادر إنه يقدم إشي لمجتمعه، بيشعر بالثقة. وهي الأشياء بحاجة كمان لمهارات معينة اللي هو بيزودها، من تنظيم للوقت، من قدرة على التواصل مع الناس. كل هاي الصفات وكل هاي المهارات الطالب بيكتسبها من خلال عمله التطوعي، اللي مش راح يأخده من خلال وجوده بس على مقعد الدراسة، إنما من خلال عمله وخروجه إلى المجتمع وتأديته لواجب في مجتمعه. وحدة المشاركة المجتمعية توجيه الطلاب وبناء شخصية مستقلة فعالة مسؤولة اتجاه مجتمعنا، وترى في الخدمات الاجتماعية قيمة ومنهج حياة، تحفيز الطالب للمشاركة الفعالة والمسؤولة، وتمكينه من تحقيق ذاته في الخدمة الاجتماعية، بناء الهوية الاجتماعية والتربوية من أجل تطوير قيم التطوع والانتماء للمجتمع. وحدة المشاركة المجتمعية اختيرت كمشروع أكاديمية القاسم الذي حاز على جائزة التميز من اتحاد أرباب الصناعة للعام 2017 نجمتين، وللعام 2018 5 نجوم. وحدة المشاركة المجتمعية إحدى ركائز أكاديمية القاسم وركيزة أساسية لنمو المجتمع العربي في البلاد.